عسلم. السلام على من اتبع العقل وندى من نقل وفكر. أولا أبدأ هذه الفيديو بالتحية الخالصة للإخوة والأخوات اللي أول مرة يفطروا في رمضان، والبعض منهم اتصل بي وقال لي إنه يحس بعقدة الذنب. ونقول له راه هذاك الأمر عادي، لأن من الصغر متاعنا وهما يخوفوا فينا وهما يرهبوا فينا ويقول لنا لازمكم تصوموا ولازمكم تتبعوا الدين. إذا بعد عام عامين سوف تتعودوا ويولي الأمر جدا طبيعي وتتخلصوا من عقدة الخوف هذه اللي فرضوها علينا من الصغر بتاعنا. كما أحيي الإخوة اللي هذا العام أعلنوا إنهم فاطرين أو أعلنوا إنهم لا دينيين. هذاك علاش أنا نقول كل عام وإحنا أكثر وأكثر حتى نحروا عقولنا ونحروا شعوبنا من هذه التبعية. وهنا حبيت نقول حاجة ياسر مهمة، هي رو احنا اللادينيين بصفة عامة ما عندناش مشكلة مع الانسان اللي يصوم، وانما المشكلة موجودة في الانسان هذا اللي يصوم واللي يريد يفرض الصيام متاعه على الاخرين سواء بالنفاق او بالفعل. انا مانيش فاهم حاجة، علاش المسلمين في اوروبا ميقلقهمش كي يبداو الاوروبيين فاطرين؟ وعلاش المسلمين اللي يصوموا في وسط العام ميقلقهمش كي يبداو العباد فاطرين؟ علاش في رمضان بالذات المسلمين ما يقبلوش حتى واحد يكون فاطر ويجبروه يا اما بشي نافق او ان يصوم كيفهم؟ اذا هنا وجه دعوه لكل المسلمين، يزيكم من التخلف والجهل. انتوما تحبوا تصوموا صوموا على رواحكم، هذاك معتقدكم وانتوما تؤمنوا به، شيهمكم في العباد الاخرين الفاطرين؟ وهنا نطلب يعني قانون، لازم يكون قانون في الدول نتاعنا، مثلا في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب، يكون قانون ان الانسان عنده الحق باش يفطر، وان الانسان عنده الحق كي يكون عنده مثلا قهوه ولا يكون عنده مطعم انه يحلوا في رمضان. علاش تجبروا الناس فهمت باش يصوموا والا باش يتظاهروا بالصوم؟ نظن هذه فكرة واضحة، وأرجو أن السنوات القادمة يولي الإفطار أمر طبيعي جدا في الدول متاعنا. هذه النقطة الأولى اللي حبيت نذكرها. النقطة الثانية، هنا أشكر الإخوة والأخوات اللي يرسلوا لي رسائل ويشجعوا فيا، والإخوة والأخوات اللي يوزعوا هذوما الفيديوهات واللي ينشروها على أكثر نطاق. احنا نعرفوا اللي الإحصائيات، أنا ديما نطلع على الإحصائيات، ولاحظت أخيرا أن أول دولة يعني تشوف الفيديوهات هذه هي المغرب، والتي في الدرجة الأولى، واللي في الدرجة الثانية هي تونس، وفي الدرجة الثالثة هي السعودية، أما اللي في الدرجة الرابعة هي أمريكا، والخامسة فرنسا، والسادسة الجزائر، والسابعة هي مصر. مصر أخرت ياسر، نعرفش علاش المصريين ولا ما عادش يشوفوا ياسر الفيديوهات. المهم على كل حال، راو الأفكار اللي موجودة في هذه الفيديوهات كي تلقاو نتوما فكرة فهمت توافقوا عليها، خاطر هي شنية الحكاية؟ الحكاية راهو الإنسان ما نجموش كلنا نتكلموا، يعني فما معناتها يمكن نفكروا في نفس الفكرة واحد منا يتكلم، وقت واحد يتكلم منا يكون عبر على أفكار الآخرين، فلهذا يتم نشر الفيديو أو يتم نشر المقال، وهذا أمر طبيعي. أنا وقت نقول معناتها أنشروا الفيديوهات وانشروا المعلومات، ليس يعني أني نجبركم ونقول لكم لازمكم تنشروها، لا، وإنما عندما تروا فكرة أنتم فكرتوا فيها ولا أنتم موافقين عليها وقتها يتم النشر، مش كما المسلمين اللي ينشروا ما غير ما يفهموا وما غير حتى ما يسمعوا الفيديو. تعرفوا انتم المسلمين اول ما يشوف فيديو فيه بسم الله الرحمن الرحيم او مكتوب فيها انشرها، يمشي ينشرها ما غير ما يسمعها وما غير ما يعرف شنو فيها، بينما اللادينيين ما همش بهذه الطريقه. شيء طبيعي يسمع الفيديو ويرد على بعض الجوانب اللي هو مش موافق عليها، وفما جوانب يكون موافق عليها وينشر الفيديو على خاطر موافق بصفه عامه على الفكره. اذا احنا نفكروا
وبعد ننشره، بينما المسلمين ينشروا ما غير ما يفكروا. هذه النقطة الثانية اللي حبيت نذكرها، وهنا أشكر 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 الإخوة اللي ينشروا الفيديوهات هذه باش توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. النقطة الثالثة اللي حبيت نقولها هي الحدث الذي وقع هذا الأسبوع، وهو ما يخص إعلان الدولة الإسلامية. أنا في الحقيقة بديت سلسلة من الفيديوهات ولكن بالصوت فقط. لماذا بالصوت؟ لكي يتم معناتها نشرها على الفيسبوك. تعرفوا انتم اللي فيسبوك ما يقبلش الفيديوهات اللي تكون كبيره، هذاك علاش مجبور باش نعمل هذه الفيديوهات اللي باش تكون تقريبا شبه يوميه حول الاسلام السياسي. وحبيت نوضح وجهه نظر نتاعي في المساله هذه نتيجه تجربتي. تعرفوا اللي انا معناتها كنت داخل حركه اسلاميه واني اتابع منذ تقريبا اكثر من 30 سنه ماذا يحدث في العالم الاسلامي والتحركات للحركات الإسلامية. هذاك علاش حبيت نعطي التجربة بتاعي في هذه الفيديوهات اللي يمكن تلقاوها سواء على الفيسبوك سواء على القناة بتاعي هذه يوتيوب، واللي هي في الحقيقة قناة بتاعكم مش القناة بتاعي. المهم هذه هي النقطة الثالثة اللي حبيت نذكرها. وأحنا مدام نهار لحد ديما نحكيه في الحاجات اللي تخصنا بصفة عامة، حبيت نجبد قصة هذه الدولة الإسلامية ونجاوب على بعض النقاط اللي نشوفها أساسية أو بعض الأسئلة اللي تم طرحها عليا سواء في الخاص سواء في البلتوك أو على طريق الرسائل. الإخوة سألوني قالوا لي هل أنت معناتها متفاجئ بإعلان ما يسمى الخلافة؟ هنا أنا نقول لهم راهو الخلافة الإسلامية تم الإعلان عليها عام 1979 من طرف إيران عندما أعلنوا ما يسمى بولاية الفقيه. انتوما صحيح معناتها أغلب السنة ما هم يفهموش شنو معناها ولاية الفقيه، هذاك علاش أنا في الفيديوهات الصوتية اللي حبيت ننشرها معناتها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باش نحاول نفسر شنو هي الخلافة بوجهة نظر السنة والشيعة. فهمت؟ يعني توا بعضهم يقولوا لي شنو رايك في اعلان الخلافه؟ انا نقول لهم راني الخلافه الاسلاميه تم اعلانها من طرف الشيعه. به الخلافه هذه اللي تم اعلانها هي من طرف السنه ولكن ليس هي الاولى. لو نرجعوا مثل التاريخ الحديث يعني توا فهمت؟ وقت ايران عام 1979 اعلنت الخلافه الاسلاميه الشيعيه تحت فهمت غطاء ما يسمى ولايه الفقيه. السنه أعلنوا أيضا الخلافة ولكن مع الأسف تم قمحهم. أنتم سمعتوا عام 1979 في شهر محرم عندما أعلن جهيمان العتيبي أنه معناتها جاب شي صحح الإسلام ضد ما يسمى السعوديين واللي دخل الحرم مع بعض من العناصر متاعه وحاول يسيطر على مكة ولكن تم قمعه وقتله هو والمجموعة متاعه من طرف السلطة السعودية. وفما قبله المحاولات نتاع الإخوان المسلمين السيد قطب حسن البنا جمال الدين الأفغاني محمد عبده وغيرهم الذي أرادوا أن يعلنوا ممثل لكل السنة ولكن مع الأسف لم ينجحوا في توحيد كل السنة تحت خلافة واحدة كما نجح الشيعة عندما أعلنوا ولاية الفقيه. تعرفوا أن ولاية الفقيه هي تقريبا تجمع كل الشيعة تقريبا، مش منقولش كل الشيعة، قول على الأقل 90-80% من الشيعة هم الآن تحت ولاية الفقيه الذي هي الخلافة الإسلامية الشيعية. إذا عندما فشل السنة في توحيد السنة تحت راية الخلافة خلال الفترة الأخيرة منذ سقوط ما يسمى بالخلافة العثمانية جاءت عدة محاولات، والمحاولة القبل الأخيرة اللي هي تاع أسامة بن لادن. أسامة بن لادن طرح نفسه بطريقة غير مباشرة كخليفة للمسلمين ولكن مع هذاك ما نجحش وتم قتله. مع سقوط العراق يعني في يد الشيعة الموالين لإيران والتوسع فهمت الشيعي في منطقة الشرق الأوسط سواء في لبنان وقع ما يسمى بظلم لا مثيل له للسنة. فهمتوا؟ هذه حقيقة نقولها وقلتها من عندي تقريبا أكثر من 10 سنين
ونقول راهو السنة قاعدين يتعرضوا لمذبحة كبيرة، سوى في إيران، فهمت، في منطقة خوزستان والأهواز، أو الآن في العراق. العراق تعرفوا من اللي سقطت العراق والسنة قاعدين عاملين فيهم شر الشعب، فهمت. نتذكر مرة عام 2000 وتقريبا 7 ولا 2008 وقت هاجمين الشيعة على الفلوجة، يعني يصيحوا يا حسين ويا حيدر ويا كذا كأنها حرب، فهمت، شيعية سنية. وهذا معناتها الوضع، معناتها أي إنسان مهما كان، مهما كانت العقيدة بتاعه، فهمت، عندما يتعرض لظلم كبير 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 يمكن أن ينفجر ويمكن أن يعني يخرج على عقله، فهمت. صحيح احنا توا نشوفوا في ما يسمى في العالم الإسلامي العباد تصيح وتعيط، وفما اللي يضحك، وفما اللي مستغل هذه الفرصة بتاع إعلان ما يسمى أبو بكر البغدادي في العراق انه خليفه للمسلمين. وشفنا الفيديو اللي ظهرت يوم الجمعه في خطبته في الموصل اللي يتكلم فيها على اساس انه خليفه للمسلمين، والعباد فما ياسر عباد قاموا يضحكوا وقالوا شنو الحكايه هذيا وشنية معناتها مهزله، فهمت. في الحقيقه لا، مش مهزله، فهمت. ابو بكر البغدادي او ما يسمى الدوله الاسلاميه بالنسبه لي هما اللي مثلوا الإسلام الصحيح السني، فهمت، وعندما ظهروا من أجل مواجهة، فهمت، الإسلام، فهمت، الشيعي الذي هو لا يقل خطورة على الخطر السني، بل أقول إنه أكثر خطورة من الخطر السني. تعرفوا أنتم اللي إيران معناتها والشيعة بصفة عامة هما رمز للمؤامرة ومرمز للغدر، وهذه معناتها حقيقة أنا عشتها وعشت معاهم ونعرفهم ونعرفهم كيفاش يفكروا وكيفاش يتصرفوا، فهمت. ساعة سقوط صدام وتوريط الغرب في الحرب العراقية بإسقاط صدام هي معناتها لعبة لعبتها إيران مع حزب الدعوة اللي هو كان موجود في إيران واللي كانت تتمول فيه، فهمت. والمالكي ما هو إلا بيدق من بيادق إيران، ومسألة إعدام صدام في يوم العيد هي كانت انتقام إيراني شيعي من صدام بطريقة معناتها مباشرة وشخصية. هذه مسألة واضحة وبينة. الآن الإيرانيين قاعدين يعملوا في نفس العملة اللي عملوها قبل، فهمت، يحاولوا باش يظهروا أن السنة إرهابيين، ويحاولوا باش يجيبوا دعم الغرب لهم باش يحاربوا السنة، كأنهم يعني السنة عباد جايين من كوكب آخر أو عباد معناتها يشكلوا خطر كبير، وكأن الشيعة وإيران ميشكلوش خطر. بالنسبة لي كلهم يشكلوا خطر مادام هما ما يعترفوش بالقوانين الدولية، ومادام عندهم فكر يعتمد على المعتقد ويريدوا ينشروا أفكارهم على العالم أجمع ويريدوا يفرضوا الإسلام على الكرة الأرضية كلها. بالنسبة لي هما يعتبرون خطر على البشرية وخطر على المنطقة متاعنا. إذا أنا هوني حبيت نقول حاجة مهمة، يعني التهويل والإعلام هذا اللي قاعد يمارس ضد ما يسمى بالدولة الإسلامية، وأنا مانيش ندافع عليها، راهو نعتبرها معناتها نجم نقولوا معناتها خطر وكل شيء، ولكن فهمت راهو التضخيم، فهمت، يمارس فيه الشيعة من أجل معناتها قتل كل محاولة لقيام دولة سنية. تعرفوا انتم الدول السنية الكل الموجودة سوى السعودية، سوى المغرب معناتها باسم أمير المؤمنين، وإلا الأردن باسم الملك ولا غيرها، كلها ما عندها حتى علاقة بالإسلام، الإسلام السني الحقيقي، الإسلام ما يسمى بالإسلام الخلافة الأولى. هذوما الكل ما يسمى بالسعودية والأردن والمغرب هو إسلام كإسلام بني أمية أو كإسلام بني العباس أو كإسلام الأتراك، فهو ليس إسلام سني حقيقي. هذاك علاش نعتبر أنا الدولة الإسلامية اللي ظهرت في العراق هو الوحيد في الوقت الحاضر يمثل ما يسمى بالسنة الحقيقية التي ظهرت بعد موت محمد تحت خلافة أبو بكر وعمر وعثمان. إذا هوني كل من هو يريد الخلافة يجب من المفروض أن يعني الخلافة بالمفهوم السني شيء طبيعي، لأن الخلافة بالمفهوم الشيعي قلنا هي أمور واضحة وموضوعة وحتى حد ما اعترض عليها، وأنا مانيش فاهم علاش حتى حد ما تكلم على الخلافة الإسلامية بالمفهوم الشيعي،
والعبيد الكل تتكلم على الخلافة الإسلامية بالمفهوم السني، رغم اللي هما كيف كيف، فهمت؟ أنا بالنسبة لي هذه الخلافة الإسلامية بالمفهوم السني أول حاجة جاءت من أجل أن تحمي السنة، تحمي السنة في منطقة العراق والشام. تعرفوا اللي السنة في منطقة سوريا هم مظلومين، عندهم عدة فهمت معناتها سنين، بل نقول احنا من وقت ظهور حافظ الأسد في سوريا وحزب البعث السوري، هما السنة في سوريا مظلومين، ورغم اللي هما أكثرية، بينما السنة في العراق وقتها كانوا في عهد صدام كانت عندهم نجم نقولوا حقوقهم وكانوا معناتها معترف بهم، خاطر صدام سني. لكن منذ سقوط ما يسمى بصدام أو حزب البعث العراقي، السنة فهمت في العراق أصبحوا مظلومين ومضطهدين. إذا قيام الدولة الإسلامية في الأول في العراق والشام هي الهدف متاعها الأساسي هو حماية السنة من الاضطهاد الشيعي سوى العلوي اللي موجود في سوريا أو الشيعي الإيراني الذي موجود في العراق. إذا فهو أمر طبيعي. وأنا نتصور معناتها تورط الغرب الآن، تورط الغرب في مساعدة إيران ومساعدة المالكي في القضاء على الدولة الإسلامية هي غلطة ثانية يقوم بها الغرب كما قام بالغلطة الأولى عندما أسقط صدام. تعرفوا لي صدام هو الرجل الوحيد، رغم أني أنا مانيش معاه، نعتبره ديكتاتوري ونعتبره معناتها كل شيء معناتها به مثلا لا نقاش فيها، هو الوحيد اللي فهم الخطر الشيعي الإيراني، والكل الباقي ما فهموا حتى شيء. حتى السعودية والخليج اللي يتكلموا عليهم راهي إيران تلعب بهم كما تحب هي. شوفوا انتم أخيرا سمعت معناتها أن الجيش العراقي على الحدود السعودية تم انسحابه، وعندما تم سؤال الجيش قالوا لماذا انسحبت من الحدود العراقية السعودية، قالوا جاتنا أوامر. علاش انت حسب رأيكم؟ أنا نتصور اللي هذه الدولة الإسلامية مانيش باش نقول هي عميلة، فهمت؟ خاطر فما ياسر يقول لك الدولة هذه الدولة الإسلامية اللي بقيادة أبو بكر البغدادي هي من صنع أمريكا، هذا مش صحيح، فهمت؟ هي ليس من صنع أمريكا. التي تم فهمت التغلغل فيه وأصبح نجم نقولوا احنا يخدم مصالح خليجية هي القاعدة. بعد موت بن لادن أو حتى قبل موت بن لادن، السعودية والدول الخليج استطاعوا أن يتغلغلوا داخل القاعدة وأصبحت القاعدة تخدم مصالحهم. جبهة النصرة التي في سوريا والتي هي معناتها جزء من القاعدة والتي تحارب في بشار الأسد هي بتمويل خليجي سعودي قطري، هذه مسألة واضحة. لكن هذوما الجماعة اللي كانوا موجودين في جبهة النصرة وكانوا معناتها فرع من القاعدة اكتشف التغلغل الخليجي داخل القاعدة. شنو وقع؟ وقع عملية تنظيف للقاعدة وإظهار الدولة الإسلامية كفرع مستقل، فهمت؟ بعيد كل البعد على التمويل السعودي القطري الرسمي، ولكن لا يعني إنها ليس ممولة من خواص، فهناك كثير من الخواص يمولون فهمت الدولة الإسلامية. وما تنساش اللي الدولة الإسلامية تسيطر على منطقة كبيرة من العراق وسوريا، وتسيطر على موارد معناتها نفطية كبيرة، وما تنساوش اللي هي وريثة القاعدة. إذا بالنسبة لي القاعدة انتهت كليا، فهمت؟ وجبهة النصرة انتهت كليا، والقومية العربية انتهت كليا، والآن كل الأجهزة متاع القاعدة في العالم وكل الأجهزة متاع القوميين العرب سوف تسهر في الدولة الإسلامية من أجل خلق جبهة قوية لمواجهة الخطر ما يسمى بين قوسين الشيعي الإيراني، فهمت؟ إذا أنا حسب رأيي، حسب رأيي رغم أني كما قلت لكم أنا لا أدعم الدولة الإسلامية ولا أدعم هذا معناتها أبو بكر البغدادي، ولكن أعتبر أن التشويه المفرط اللي تمارس فيه إيران والشيعة العرب في العراق والعلويين في سوريا للدولة الإسلامية هو مبالغ فيه من أجل إظهار السنة كإرهابيين 100%، ويطلبوا في الدعم من الغرب من أجل يساعدهم على القضاء على هذه الدولة الإسلامية اللي ظهرت
في العراق والشام، واللي أعلنت نفسها كخلافة إسلامية لجميع المناطق السنية. صحيح هي مهزلة، ولكن الشيعة هم اللي جبروها باش تعلن روحها من أجل حماية السنة في العراق والشام. فهمت؟ نظن هذه الفكرة واضحة. نحاول توا باش نجاوبوا على عدة أسئلة. السؤال الأول، هل الدولة الإسلامية بخلافة أبو بكر البغدادي تمثل الإسلام؟ الجواب، أي إسلام؟ هل الإسلام السني أم الإسلام الشيعي؟ لو قلنا أنها تمثل الإسلام فنقصد هنا فهي تمثل الإسلام السني. ولكن سؤال آخر، أي إسلام سني؟ هل إسلام السلف الصالح، ما يسمى بالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما يسمى بالخلافة الراشدة، ما يسمى بالخلافة الراشدة، أو تمثل الإسلام السني على شكل الخلافة الأموية والعباسية؟ الجواب، إن الدولة الإسلامية بقيادة أبو بكر البغدادي تمثل الإسلام السني على سلف الصحابة وعلى شكل الخلافة الراشدة، ولا تمثل الإسلام السني على شكل الخلافة الأموية كما نراه في السعودية. السعودية هي أحسن مثل لما يسمى بالخلافة الأموية. أما المغرب والأردن فهي أحسن مثل لما يمثل الخلافة العباسية. إذن نجم نقول للدولة الإسلامية بقيادة أبو بكر البغدادي هي تمثل الإسلام السني السلفي الحر الذي ظهر بعد محمد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجب الخوف من الدولة الإسلامية؟ الجواب، لو كنا مسلمين سنة نتبع السلف الصالح وملتزمين التزام كامل بالمذهب السني السلفي لا داعي من الخوف. هذه مسألة واضحة. أما لو كنا خلاف ذلك، سواء مسلمين ولكن لا نتبع السلف الصالح، أو شيعة، أو مرتدين على الإسلام، في هذه الحالة يجب أن نبتعد كل البعد على نفوذ هذه الدولة، لأنها تشكل خطر على حياتنا. هذه مسألة واضحة وبينة. إذن كل إنسان سلفي مسلم يتبع السلف الصالح لا يجب أن يخاف من الدولة الإسلامية، وعليه أن يدعمها وأن يبايع أميرها. ماكم أنتم فديتوا، تحبوا تتوحدوا، تحبوا خليفة، فهمت؟ إذن وريوني كيفاش باش تتوحدوا، كيفاش أنتم باش تطيعوا الخليفة متاعكم. نشوفوا أحنا اللي علماء البلاد كما القرضاوي وكما النهضة وكما الإخوان المسلمين وكما حزب التحرير وكل من لهم مصالح سواء مادية أو عمالة أو تعامل مع جهات أجنبية أو مصالح شخصية، لم يؤيدوا الدولة الإسلامية ولم يؤيدوا أبو بكر البغدادي. حطها في بالكم حاجة، كل إنسان، فهمت، لا يعترف بالدولة الإسلامية، كل إنسان مسلم سني لا يعترف بالدولة الإسلامية فهو إنسان منافق، فهو إنسان متاجر بالدين، فهو إنسان رافع شعارات دينية من أجل مصالح شخصية أو مصالح حزبية. هذه المسألة واضحة وبينة. إذن وتنجو نشوفوا القرضاوي اللي قال لك الدولة أو ما يسمى بالخلافة الإسلامية في بقيادة أبو بكر البغدادي باطلة، نفهموا اللي القرضاوي لا يمثل الإسلام الصحيح. وأي إنسان مهما كان أو حزب كما حزب التحرير اللي ما حبش يعترف بالدولة الإسلامية رغم اللي هو أول من يطالب بالخلافة، لماذا عندما أعلن أبو بكر البغدادي الخلافة لم يبايعه وقالت لازمنا نتشاور ونشوفه؟ شنو تتشاور وتشوفه؟ الأمور واضحة وبينة. أبو بكر البغدادي هو يحمي ما يسمى
بالسنة السالفيين في العالم أجمع. فهمت؟ إذن كل إنسان يعتبر نفسه سني سلفي يجب أن يلتحق بالدولة وأن يطيع أمير الدولة الإسلامية اللي طلبهم عدة مرات عن طريق الإنترنت وطلب منهم أن يلتحقوا بالدولة الإسلامية، وهذا أصبح واجب عليهم، واللي ما يلتحقش بالدولة الإسلامية يعتبر خارج على الملة وخارج على الدولة الإسلامية التي تريد أن تكون جبهة منيعة ضد ما يسمى التمدد الشيعي في الشرق الأوسط. إذن أنا حسب رأيي، حسب رأيي الشخصي، لا يجب الغرب أو ما يسمى أمريكا أو الدول الأخرى أن تتدخل للقضاء على الدولة الإسلامية، لأن بهذا تشارك مرة أخرى في تقوية المد الشيعي الذي يريد أن يسيطر على العالم الإسلامي ككل. إذن هوني مسألة واضحة وبينة، نظن الفكرة واضحة، ونقول لكم مع فيديو قادم وبسلامة.